السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، رد السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. بارك الله حضرتك. أنا بس كنت عايز أسأل، هو أختي دلوقتي المفروض إن هي داخلة في جوازة معارضة الأهل كلها، يعني الأهل كلها بينصحها إن الجوازة دي غلط، وهي مش مكبرة أي حد خالص، وبتغلط في إخواتها الكبار والصغيرين وفي الأهل. أبوك على قيد الحياة؟ والدي متوفي، والدتي على قيد الحياة، وبرضو الأسلوب مش كويس مع والدتي ولا والسؤال، معايا أنا كأخ كبير ولا مع الأخ الصغير. وهتريد تزوج نفسها بدون ولي؟ نعم، هي تريد تزوج نفسها بدون ولي؟ بدون ولي. طب والسؤال؟ السؤال، أنا يعني بحكم إن أنا دلوقتي أخ كبير، إيه الواجب عليا تجاه أختي وهي قدام الناس كلها كده، يعني مصغرانة أو مش معتبرة حد أو مش بتكبر حد دينيا على الأقل، عشان أنا متحاسبش على أختي. هي أكبر منكم أو أصغر؟ هي أصغر، يعني هي يعتبر الوسط، أنا عندي أخ صغير وهي الوسط وأنا الكبير. طيب الآن إذا أنت لم تزوجها، ماذا ستصنع هذه الفتاة؟ يعني المفروض إن احنا كنا من يومين كان المفروض في خطوبة، واحنا المفروض إن احنا مشينا الموضوع تجنبا إن يحصل أي حاجة حرام من ورانا بسبب دماغها. حصل مشكلة في الخطوبة دي برضو بين الأهل، والأهل اللي هو أهلي أنا وأهلهم، والتصرف بتاع أختي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، أنتوا بتقفوا قصاد فرحتي وسعادتي، أنتم للخالة وللخال وللأخ وللأم وكله. تصلي البنت؟ نعمل إيه؟ البنت تصلي؟ نعم؟ أختكم تصلي؟ إن احنا بننصحها على قد ما نقدر إن هي بتصلي تقرب من ربنا، بس أنا كأخ لأ، هي ما بتصليش، هي ها؟ ممكن تقول لنا حاضر 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 وما بتصليش. ايه وأنا بحكمي أنا إن أنا الأخ الكبير، أنا متزوج وقاعد في مكان بعيد عن بيت الأهل، فبحاول على قد ما أقدر إن أنا يعني المتقدم، أروق لها. المتقدم لها يصلي؟ لأ ها؟ لأ برضه. لا هو يصلي ولا هي تصلي، وتخشون من فجورها. زوجوها له، خف الأضرار. رحمة بكم.